الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطاني بالارض، احدهما العباس، فحدثت به ابن عباس قال: اتدري من الرجل الذي لم تسمي؟ قلت: لا. قال: علي بن ابي طالب. وفي رواية صحيحة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضريس يرى الإرجاء لكنه أصح الناس كتابا في الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران إذا قال: حدثنا أخبرنا فعد علي بن نواجد، عن مسلم، عن مسروق بن الأجدع، ومن أروى الناس عن عائشة أيضا أبو عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أعلم نساء العالمين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أذهب الباس، ورب الناس، أشفي أنت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وفي رواية أيضا قالت: اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة كأن مشيت فمشت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سرا أو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض. سألتها عما قال فقالت: إنه كان يحدثني أن جبريل كان يعرض القرآن في كل عام مرة، وأنه عرضه بالعام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. وفي رواية قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه زيادة في رفعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت عنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. سبحان الله. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة، فأراد أن يتحرك فأشار إلي أن أثبت، وألقى السلف ومات من آخر ذلك اليوم. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان يقول في مرضه الذي توفي فيه:
الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض به لسانه بها لسانه. وفي رواية أنهم ذكروا عند علي عند عائشة أنهم ذكروا عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عليا كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بتصد، فلقد انخنثت أو انخنث في حجري فمات، وما شعرت به فمات أوصى، فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه الأحاديث كلها تبين شدة السكرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق أجمعين، وهو سيد الأولين والآخرين، مع ذلك كان يضع يده على الركوة ويضع على 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 رأسي ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، سبحان الله إن للموت لسكرات. فقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض والوجع، وعانى من سكرات الموت معاناة شديدة، وهذا كله لرفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولينال النبي صلى الله عليه وسلم مع النبوة الشهادة. جاء عن في مسند أبي يعلى عن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، وهو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته ومع رفعة منزلته عند ربه جل في علاه، فقد اشتد البلاء عليه واشتد الوجع واشتدت سكرات الموت. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم من الموت معالجة شديدة، ثم قال اللهم رفيق الأعلى، مبينا أنه ما يريد الدنيا، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أنها كانت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي مرضى إلا وخير بين الدنيا وما بين عند الله جل في علاه، وهي لما علمت أنه يخير قالت علمت أنه لن يختارنا ويختار الرفيق الأعلى. وفي قولها فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه، وهذا يستدل به على من يقول بأن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنهن لذلك، وإن كان الأصل والحق لأن كثير من علمائنا يرون أنه ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم القسم، وهذا من عظيم خلقه ورفيع فعله. فاستأذنهن لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له كرامة، وعلمنا أنه يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويحب أن يكون عندها يمرض عندها، وفيها الفضيلة العظيمة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها كانت أحب نساء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها وهو بين رجلين بين العباس وبين علي بن أبي طالب. الحق أن هذا الحديث كان في ضعف، هناك حديث صحيح أنه لما أخذ السبعة قرب وغسل النبي صلى الله عليه وسلم ونفثت فيه عائشة رضي الله عنها، قام يعني واجد نشاطا، فقام بين رجلين يهادى بين رجلين، ذهب إلى أبي بكر وكان يصلي بالناس، فجلس قال أجلسوني بجانبه، فجلس بجانبه جلسة الإمام، فصلى بهم أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان أيضا هذا بين العباس وبين علي بن أبي طالب. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في بعض الوقت أنها نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أخاها قد دخل بالسواك، فعلمت عائشة رضي الله عنها فطنة، علمت أنه يريد السواك، قالت ألينه لك؟ قال نعم، فأخذته فوضعته في الماء، ثم أخذته فتسوكت به فلينته، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت مات ريقي بريقه، فالتمس ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بين سحرها ونحرها كما قالت، ولأنها علمت أنه بخير فسمعته يقول اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
يقول أنس بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة فنظر إليه كأن وجهه ورقة مصحف، أي في صفائها ونقائها وبهائها وإشراقتها. فعبر تعبيرا عظيما أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارة الوجه لنبينا صلى الله عليه وسلم، لما لا، وهو خير الخلق أجمعين وسيد الخلق أجمعين. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم محبة في القلوب وفي الصدور، وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلو الصحابة الكرام. فلما رآه كأن الناس، يعني في رواية أن أنس قال كاد الناس يفتتنون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر النبي لأن يخرج، وتحرك أبو بكر ليتراجع، فأشار إليه أن كن مكانا. ولما دخل بعضهم يقول الأسود، يقول عائشة أنهم قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل علي، فتعجبت جدا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي تقول مات بين نحري وسحري، فمتى أوصل؟ والخبثاء قال وضعوا بعض الأحاديث من الروافض الخبثاء، وضعوا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة العلي بن أبي طالب، فرد عليهم جماعة الصحابة ذلك وكذا من بعدهم. فمن ذلك ما استدلت به عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومن ذلك أن علي لم يدع ذلك لنفسه، حتى بعدما ولي الخلافة ما قال بأن النبي وصى بذلك، بل هو الذي قال لأبي بكر والله لا نقيلك ولا نستقيلك. رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك لدنيانا، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب لو كان حقا وصيا لبين ذلك ولا قال بذلك، ولكنه لم يطالب بهذا ولم يبين هذا. ولا يمكن لعلي بن أبي طالب هنا أن يستعمل التقية التي يستعملونها ولا المدهنة. علي بن أبي طالب كان صلبا شجاعا نصر الله به الإسلام. وعائشة رضي الله عنها وارضاها أنكر ذلك، لأنهم قالوا بأنه أوصى بذلك، ومعلوم أن الوصية تكون في آخر الحياة، يريد أن يتقرب بها لله جل في علاه. كانت أنها صاحبة الإنسان في مرضي، وهو الذي قال يطب في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولما مات بين سحرها ونحرها، فمتى وصى أين وصى؟ ولذلك ترى البخاري قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنا قالت سمعته يقول اللهم رفيق الأعلى. وهذا فيه الرد القاطع على هؤلاء الأخباث الروافض الذين قد اخترعوا وكذبوا والله على أن عليا كان وصيا. وعلي بن أبي طالب نفسه لم يذكر ذلك عن نفسه ولم يطالب بها، وما يقال بأنه كان خائفا أن يطالب بها فيتألب عليه الصحابة. سبحان الله، هو أشجع الناس، لكنه يعلم الأقدار وعلم أن الحق في خلافة أبي بكر ثم عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لدينهم، أفلا يرضونه لدنياهم. هذا كان أصل كلام علي بن أبي طالب عندما خطب أبو بكر وقال وليت عليكم ولست بخيركم أطيعون ما أطعت الله فيكم. وبعد ذلك لما قال ببعض الكلام، قال علي بن أبي طالب والله لا نقيلك ولا نستقيلك. رضيك نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. هناك الباب الأخير نختم به كتاب الجنائز، باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأسباب. عليكم السلام. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الدريس، نعم، عن عبد الرحمن وهو من الثقات لكنه يرى الرجاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ومن الثقات، عن ابن أبي مليكة وهو من خيار التابعين، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعواري، فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي، فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه،
وقال أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين. سبحان الله، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات ولا يموت حتى أقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عليكم السلام. ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. اللهم فرج، اللهم فرج، اللهم فرج، اللهم أنزل، اللهم أنزل رحماتك على أهل الشام، اللهم انصرهم على الكافر الخبيث الرافضي. اللهم أمين رب العالمين. وفي رواية عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح قضريح أهل مكة، وبعث إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعث إليهما رسولين وقال اللهم خذ لرسولك صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا طلحة فجيء به ولم يولد أبو عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره بأبي هو وأمي. اللهم أمين. حفظكم ربي جميعا، نسأل الله أن ينصركم نصرا مؤزرا وأن يفرج الكرب وأن يلهمكم الإخلاص وأن يجعل ذلك بوابة النصر والتمكين لأهل الدين. اللهم أمين رب العالمين. فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء ووضع على سريره في بيته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يؤمر ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له. فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه. فقال وقت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. قال فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقسم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي هو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحظنا من رسول الله. قال له علي انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفناها في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث فيه بعض الضعف لكن هناك بعض أجزاء الحديث كلها مشهود لها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وأكرب أبتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموفاء يوم القيامة. وفي رواية أنس قالت لي فاطمة يا أنس كيف سخت أنفسكم، الله أكبر، تعاطكم أنفسكم يعني، كيف سخت أنفسكم أن تحسوا اضطراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بكى القوم كثيرا عندما قالت فاطمة هذا القول رضي الله عنها وارضاه. وعن أنس أن فاطمة رضي الله عنها وارضاه قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأبتاه إلى جبريل أنعاه وأبتاه من ربي ما أبناه وأبتاه جنة الفردوس ما وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. وعن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، تغيرت القلوب
وأظلمت الدنيا من حولهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: كفر من كفر من العرب، ما بقي إلا غبارات من أهل المدينة وأهل مكة والطائف. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كنا نتخذ الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وقال: أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. يعني كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم يوحد وجهتهم فينظرون إلى رضوان الله جل في علاه، يزهدون في الدنيا يطلبون الآخرة، يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه لا يعمل إلا لله ولا يعيش إلا لله، يبلغ رسالة الله جل في علاه حتى رفعهم الله جل في علاه بنصرة دينه ورفع رايته. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان عثمان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، وهذا بر برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو البر في وصل من كان يحب، فالبر أعظم بعد الوفاة بوصل من كان يصله. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لا أعلم أن ما عند الله خير من رسوله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وعن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي رواية أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهد الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: فقلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طبعا هو لما قالت فاطمة: سخت أنفسكم، طابت أنفسكم، طوعت أنفسكم، رضيتم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فيه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مصيبة ليست بعدها مصيبة. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من أصابته المصيبة فليتعزى بمصيبته في. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرقت الدنيا بأسرها بولاداته، ولذلك كان أكرم على الله من كل الأنبياء، فبعث الله جل وعلا للناس كافة فأشرقت دعوته على الدنيا بأسرها، فعبدت العباد رب العباد. وكان خير وقت عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة داعيا إلى الله جل في علاه، حتى بعث البعوث والكتب إلى كسرى وقيصر
مع الشدة واللواء وإحاطة الكفار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية، فقال الله أكبر وأعطيت الكندين الأحمر والأبيض. كان زمان العزة والنصرة ونشر الدعوة، مكن الله لهم من قلوب العباد ورقاب العباد والبلاد، فتح الله عليهم فكانوا على قلب رجل واحد. تلف وتمسكوا وترابطوا وتحابوا في الله، علم الله من قلوبهم الصدق والإخلاص، ففتح لهم ما لم يفتح لغيرهم، وأعز بهم ما لم يعز بغيرهم، ونصرهم ونصر بهم ورفع بهم رايته، فنشروا دين الله وكانوا خير أوفياء لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبلغ ملك أمته ما زوي له من هذه الأرض. فترك الناس سبب عزهم ونصرهم وقوتهم وخلفوهم ظهرية، ومن تمسك ظاهرا لم يعمل به باطنا، وأخذوا بكل أسباب الفرقة، فسلط الله عليهم عدوا من غيرهم. كفى بهذه الآية خسرانا لأهل آخر الزمان، ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الغرض أن مصاب الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما، إلا أن عزاء الأمة أنه صلى الله عليه وسلم انتقل لربه، وإن الله جل في علاه قد جعله في جواره وكان في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى مع أخوته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقد بلغ الرسالة وأتم البلاغ وبيان الأمة، فأتم البيان ونصحها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجب عنها إلا ذلك، وإن الله أتم عليه النعمة فلم يقبضها حتى أتم البلاغ، فقال للقوم هو في الحج هل بلغت؟ قال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فقد أدى وظيفته على الكمال والتمام، فقد أكرمه ربه من رأى بوادر النصر والتمكين في أمته، وأسعده عندما رأى أبا بكر يصلي، هذا الذي فقدته الأمة أنه لو كان قائدا أو أسوة إذا كان موجودا استقام العمل، فإن غاب هدم العمل، ما استقام هدم العمل. الإشكال كل الإشكال أننا ندعو لأنفسنا، لا ندعو لديننا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الستار رأى أبا بكر يصلي بالناس ورأهم صفوفا، واستقام الأمر وأراد الله جل في علاه أن يريعه ذلك ليطمئن قلبه بأنه لا يموت، لا يموت إلا وقومه، إلا وأصحابه قد استقام أمرهم وقد ارتفعت رايتهم، ولا يتخاذلون ولا يسقطون. كما قلت هذا العمل هو أنه ما أراد نفسه، ما دعا لنفسه، ما كان لبشر أن يؤتي الله الحكم الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والمنقبة العظيمة التي ظهرت لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، اشتدت الفتنة بالناس حتى عمر لم يتحمل الفجيعة، والأمر جلل وهو الصلب الصلب، لكنه لم يتحمل حتى أشهر سوفه وقال
قال بأن محمد قد مات على وتوه بالسيف ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، ولا قطعنا أرجل المنافقين. لكن أبا بكر رضي الله عنه وهنا في جلاء المواقف، فإن الناس مقامات عند رب الناس، وإن الله جل في علاه يقدم رفيع المقام على غيره. قد كانت الصلابة والشجاعة والقوة في عمر، لكنه خارت قوة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر جلل والمسألة للدين. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرفع هذه الراية. وما أراد الله لابد أن يكون، فجعلها الله جل وعلا في أبي بكر. ولذلك صح ما قاله علي بن المديني، إن الله ثبت هذه الأمة بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة، ولا له من دين لو أن له رجال. وكان سيد الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، جاء من الصنح ثم ذهب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه قد مات، فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت أكرم على الله أن يجمع لك بين موتتين. وقال طب حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج للناس فقال ما يا عمر صاح، فلم نسكت، فقال أيها الناس ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والله للدين رجال، وإن الله ناصر هذا الدين، وإننا لا نشك في ذلك، لكننا نشتكي إلى الله ألا نكون منهم. فالدين لا يحتاج إلى أحد، وإننا أحوج ما نكون له، فمتى ينصر الله تنحي ولا هذا الدين وبمن؟ هذا هو السؤال. ولكن اليقين من أن الله تعالى سينصر هذا الدين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بكى أبو بكر، لكن الله جل في علاه ثبت به الملة، فقال فقام أيها الناس، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم قرأ قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. عمر الخطاب أغشي علي وقال كأني ما سمعت هذه الآية إلا حيث قرأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعثوا، شوف هنا أنا أقول مسألة فقهية من أعظم ما تكون، أن الإنسان إذا كان هناك النزاع بين أن هناك النزاع بين مسألتين عظيمتين، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أو الكلام على مسائل التعدد أو غيرها، الأفضل في ذلك إذا أراد أن يعلم المرء أيهما أفضل فينظر إلى ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا ميزان العدل، لأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل. ولذلك مات بالمدينة، هو الذي قال يعني إن من مات بالمدينة من استطاع أن يموت في المدينة فليموت في المدينة فإني شهيد وشفيع له يوم القيامة. الغرض المقصود أن ما اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأعظم وهو الأحسن. وهنا أيضا في الدفن اختار الله له اللحد، لأنهم بعثوا إلى أبي عبيدة وبعثوا إلى أبي طلحة، فجاء الذي يلحد لا الذي يشق، كان الشق عند قريش، واللحد كان أفضل، هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مع جواز الشق، ولكن اللحد أفضل. وفي أن الجميع قد بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا كما قلنا بأنها دلالة على جواز البكاء، البكاء الذي لا يكون فيه التسخط على أقدار الله جل في علاه، وإنما هي رحمة يرحم الله به عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن،
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراق إبراهيم لمحزنون، فبكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بكت وما أحد نهاها وهي تبكي حين قالت وا كرب أباه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لا كرب على أبيك بعد اليوم. اللهم توفنا وانت راضي عنا، اللهم توفنا وانت راضي عنا. وقال ذلك لمجاورة الله جل في علاه، وأنه ينتقل إلى دار الكرامة والنعيم الأبدي السرمدي بجوار رب البرية سبحانه جل في علاه. وفيه وفاء الصحابة وشدة تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق محبتهم له، أنكروا قلوبهم بعد موته، تغيرت القلوب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تطمئن الروح ويتحد الطريق، وكانوا يجتهدون تنافسا في الصالحات والطيبات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وكان أرحم عليهم من أنفسهم ورحمة وهداية، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا ذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في حديث أنس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، أراد بذلك استناعة الأبصار والبصائر وهداية القلوب واستقامة الأحوال واستقامة الأبدان، صاروا من الاختلاف والتنازع والتقاتل والتناحر والتدابر والتحاسد، صاروا إخوة متحابين في الله ينصرون دين الله جل في علاه. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لذلك لما قالوا سيوفنا تقطر منه دما ووزع فيهم الغنائم، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما كنتم تتناحرون وألف الله بينكم بي، قال الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، قد وجدوا من قلوبهم الصفاء والنقاء، حتى أن النبي إذا كلمهم وحدثهم عن الآخرة وعن الجنة كأنهم يرون الجنة رائعا، حتى اتهم أحدهم نفسه بالنفاق عندما عافس النساء بعدما رجع من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نافق الله، فقال أبو بكر نافق، قال نافق أبو بكر نافق عمر، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم هي ساعة وساعة، لو وصلتم على الحال الذي تكونون به عندي لصفحتكم الملائكة. فسبحان الله أحبوه من كل قلوبهم، صدقوا الله في محبته، لذلك اختارهم صحبة له. فقدموه على أموالهم وعلى أنفسهم وأموالهم وأولادهم وزويهم ما كان له من المدينة ومن حمله من الأعراض أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، قد تيقنوا عملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قال صادق أمين أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، قال لا يا عمر، قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. وفي قوله تكلمنا وانبسطنا والتفت الكاتل الالتفاتة بعد الفتنة، أنهم استباحوا ذلك، استباحوا ما كان مغلقا عليهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في درس الآن والله. فقال ابن كعب قال كنا مع رسول الله وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا، يعني حصل الالتفاتة، قلوبهم كانت على قلب رجل واحد، وبعد ذلك
حصل ما حصل من الاختلاف. وعن أنس في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء في المدينة كما بينا القلوب والبصيرة والأبصار وكل شيء، حتى نصرهم الله جل وعلا، حتى لبس سراقة كنوز أساورة كسرى كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أم أيمن من الفطنة بمكان، وأهيجت الصحابة رضوان الله عليهم إلى البكاء، فأجهجوا بالبكاء عندما قالوا: إن لرسول الله ما عند الله فلا خير له من هذه الدنيا وما فيها. قالت: أعلم أن ما عند الله لرسول الله خير، ولكني أبكي على انقطاع الوحي من السماء. فبكى أبو بكر وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه استقر عندهم أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم النعم. فكان كل منهم يخشى أن ينزل الله فيه قرآنا، فكما قال ابن عمر: فكانوا يسكتون، يعني ما كانوا يتوسعون خشية أن ينزل القرآن يتلى فيعني يظهر ما هم فيه. وأيضا كان الوحي إذا نزل في كل معضلة وفي كل مصيبة حلها تأتي من السماء. والحق أن هذا الخير من قطع عن أهل زماننا، لا والله من قطع عن أهل زماننا. ولنا أن نبكي عن انقطاع الوحي، لكن لا نبكي أيضا فإن الوحي بين أيدينا. ولأن الشافعي قال: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، وكل ما نحن فيه والله ثم بالله ثم تالله، إن الكتاب قد حواه وقد أتى به، ولكن قريحة الذهن والذكاء والفطنة وعلو الفهم الذي يعطيه الله جل وعلا لعالم النحرير يعمق النظر ويغوص في المعاني فيستخلص الأحكام. لذا فكان لزاما ووجوبا على الأمة أن تلتف حول علمائها، وأن تقف بجانبهم، وأن تقف خلفهم، وأن تنصرهم. ولأن العلماء هم طوق النجاة حقا، هم الذين يبينون للأمة الصور الماضية والصور الحاضرة، وكيف انطباق الوصف، وكيف أن الحكم يكون يعني مطابقا إلى ما يكون في اجتهاده، إلى ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة. واستخراج الأحكام من الكتاب يكون وحيا، لأن عظم المصائب التي كانت تنزل حلها كان في كتاب الله جل في علاه. يسألونك والله جل في علاه يتولى الإجابة. الآن حتى من النوازل يسألونك ستجد الإجابة في كتاب الله جل في علاه، لكن المسألة ليست لأي أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير ولكن يعلمهن قليل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سكبت العبرات وحدث البكاء الشديد بسبب أن الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أرشدهم النبي بأنه بعد موته هناك يوم، وهذا اليوم هو من أعظم الأيام، وهذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة، هذا اليوم هو يوم الجمعة. لذلك قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الاستحباب من الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي: أسعد الناس، عندما سئل كما في حديث أبي هريرة وغيره: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ابن حبان يقول: أسعد الناس بشفاعة رسول الله هم المحدثون. قال: أسعد الناس، قال: أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم، أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثرهم صلاة عليه. فقال: هم المحدثون، لأن المحدثين هم أعنى الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس اعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس ذكرا لرسول الله، هم أكثر الناس صلاة عليه. لما هارون الرشيد قال لأحد ناكثم: قال: من أشرف الناس؟ قال: أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله. قال: كذبت، أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث جلس فقال: حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان.
رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني فهو في ذكره الى يوم الدين. هذا اشرف الناس، ولذلك اسعد الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اكثرهم صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو سيد الانام، ويوم الجمعه هو سيد الايام، فالصلاه عليه في يوم مزيع ليست غير ما حكمه اخرى، وان كل خير نالته امته في الدنيا والاخره انما تناله على يديه. فجمع الله لهذه الأمة بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه أن الله يبعثهم إلى منازلهم وقصورهم إلى الوطن الأصيل إلى الجنة وإلى اليوم المزيد. لذلك كان من شكر الله جل في علاه كثرة من شكر الله جل في علاه شكر السبب، شكر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، لا سيما أن من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليه، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أكثر الناس تمسكا بالسنة، ومن أكثر الناس إعلاء للسنة وراية السنة ونصرة السنة، ومن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. ونسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وإن هذا الدين هو دين عظيم، هو الدين الحق، ولا دين إلا هذا الدين، وإن الله جعل له وصنع له رجالا. اللهم اصطنعنا لنفسك واجعلنا كذلك يا رب العالمين. يا له من دين لو أن له رجال. مات رسول الله ولكنه خلف لنا سنته، وتعظيم رسول الله يتأتى بتعظيم سنته، لا يأتي لنا بئيس تعيس يقول لا أؤمن بهذه الأحاديث، أو يقول أشكك في البخاري، أو الآخر يقول ما وافق عقلي أخذته وما لم يوافق عقلي تركته. هؤلاء هم سبب الفتن التي تأتي وتعصف وتصطك بنا. هؤلاء الذين خرجوا عن دائرة السنة وحادوا عنها وعادوا السنة، وقد جربوا بعقولهم الخربة أن يتقدموا الناس فأوحلوا في الخراب وفي الدمار، وكانت المهلكة عظيمة. كل منهم يتردى ومن خلفه يتردى خلفه في هوة سحيقة لا نجاة فيها. إذن تستفيق الأمة بعد ذلك برفع راية السنة والتمسك بها وتعظيم السنة بتعظيم نبيها صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا في تعظيمه والعمل به، ونصرة الدين لا تتأتى أبدا إلا بجلاء السنة مع التمسك بكتاب الله جل في علاه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي ولله الحمد والمنة. وقد أسعدنا الله بأن ختم لنا كتاب الجنائز وانتهى ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام الكتاب بأسره الفوائد المستنبطة. فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خبث الرافضة، ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ولأنه مات بين سحرها ونحرها قالت وأين وصى رسول الله، أنى وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرية النبي، كان يتألم بأبي هو أمي واشتد عليه الوجع عند موته، وكان يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وكان يقول أبي بالباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير قالت عائشة علمت أنه لن يختارنا، قال اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. من معجزات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده، قال لفاطمة تموتين بعدي، قال أنت أسرع أهلي لحوقا بي، وبشرها أنها سيدة نساء العالمين. صدق محبة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما كشف الستار قلوبهم طارت من مكانها فرحا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أعظم أركان الدين بعد التوحيد، لأنه ما وصى بشيء إلا الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. فضيلة أبي بكر أن ثبت الله به هذه الأمة عند موت رسولها صلى الله عليه وسلم، إثبات علو الله جل في علاه أنه في السماء. العلم قال الله قال رسوله، ما أسكتهم أبو بكر إلا بعدما قرأ الآية. العلم هكذا قوي جدا، والحق أبلج والباطل لجلج، ما أحد يستطيع أن يحور ويكور مع أصل الدليل في الكتاب والسنة.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جواز البكاء على الميت بدون التسخط على قدر الله. أتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مات رسول الله فأنكروا قلوبهم. عند الفتن تتزلزل القلوب ويحدث بذلك الالتفات يمينا ويسارا دون الاستقامة، وهذا حدث عند الفتنة العظيمة مع عثمان رضي الله عنه، بمقتل عثمان صار الدم عبيطا لا يتوقف إلى يوم الناس هذا. كتاب الله صالح لكل زمان ومكان. من الكرامات والمعجزات أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. عرض الملائكة الصلاة عليه، عرض الملائكة له ذلك بمعرفة من يصلي عليه، فهذا شرف ليس بعده شرف، وهو في قبره يأتيه البيان ويأتيه الخبر بمن أكثر من الصلاة عليه. اللهم اجعلنا كذلك جميعا يا رب العالمين، وارزقنا هذا إخلاصا لوجهك الكريم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الرضي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون.